أن نروحوا عند الجمال والزين الله يبارك ما شاء الله. رانيا عالميا يقول لك شحال الميس تكون توزن؟ انا بالنسبه لي ما لازم كل وحده ولا مورفولوجي تاعها، ما عندناش وزن زعما تكون كونوا كاع يوزن محدد. ما تقدر هي تكون ملكة جمال بيان سور، علاش لا 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 يبارك عليها. انت شابه واش بكي؟ استنى راني انا على بالي بلي شابه. عين الله الله الشعر الليس مكسور بالكافيار بيان سور، جمال طبيعي. حبيت برك نلحق حاجه حسن لانه مام رانيا تكون معانا تشاركنا في هذا الراي. يقول لك ليميس عندهم الوزن سبيسيال محدد، المعايير يقول لك مثلا عندها ريجيم عندها هكذا عندها اسك. كان عندك هادشي؟ انا ما كانش عندي ريجيم وناكل كلش والحمد لله ما عنديش كان بروبليم. هذا تما عطيوها تصفيقه. ايه صح وشي تهضر نشوفه سورتو ما شفت زاير مي نشوفه على برا ياك يقتلوا روحهم بالشر باش ما يسمانوش. سبحان الله عالمين ما يديروش الشر، ياكلوا غير الخيار باش ياكلوا غير الخضره وهذا حاجات فاهم. الخيار عايشين بالخيار تسكي بيو. وكاين واحد لا مالادي اللي خرجت من ليميس اللي هي لانوريكسي اللي شفناها مؤخرا انا راهي تقتل بزاف الشباب زاير ما نشوفوهاش. هذه وكاين لابوليميت هذا ما عندناش. انا شوف ليميس قبل ما تدخل ديفيلي ديجا حنا ما عندناش الماكله بلا خبز هنا قبل ما تدخل ديفيني جيبوا لها كاسكروت وكانت صودا غازوز 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 شو يقرا هذا غازوز بيبيب. جزائريا كيفاش رانيا بينت روحها مع ليميس تاع كالعر في مصر؟ اكيد نبينا روحنا بتقاليد تاعنا بعاداتنا باخلاقنا بلباسنا التقليدي بكاع هادوما وبجمالكم كذلك اللي يشكلوا الهوية تاعنا. الله أكبر. هذا على روحي باسكو أنا هذا واش يعني بينت اللباس التقليدي الأكل التقليدي تاعنا شوية عوايدنا هذا واش سما حنايا أنت أيام مش كيما اللبنانيات سما الكركسة معودة. لا لا ماشي معاودة أنا والله أنت ديتيها لا لا ماشي كيفاش ديتيها لا لا ملاحظة لا لا الله يبارك كانوا ما شاء الله. يلا ملاحظه برك حسن انا كتبت حلقه على جال الجمال تاع رانيا. الله وي تحيه كبيره لوسيله مقران. ضيوفنا يعطيكم الصحه بارك الله فيكم.